أعلنت لجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومة الإلكترونية 2019 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عن تمرير فترة الترشح والتسجيل الأعمال للجائزة لغاية 6 مارس القادم، مشيرة إلى أنه في ظل استقبال هذه الأعمال المترشحة للجائزة عبر موقعها الإلكتروني ارتأت تمديد موعد التقديم نظرا للإقبال المتزايد واستجابة لمطالبات المؤسسات والأفراد الراغبين في التسجيل ورغبتهم في الحصول على وقت إضافي يتيح لهم إعداد متطلبات التسجيل وتقديم الأعمال بأفضل صورة مفصلة.